شيخ الآن في أسلوب تسويق على النت اسمه الدروب شيبينج، ودي بكون أنا وكيل بين التاجر الأصلي وبين المشتري. أيوة. لكن السلعة ما بتجيليش أصلا خالص، السلعة بتروح للمشتري عن طريق الشحن. يجوز الوكالة بهذه الطريقة إذا وصفناها أنها وكالة فتجوز. يعني هو تمام، لكن هو المشتري ما يعرفش أن أنا وكيل، بس أنا أضمن له السلعة. يعني ممكن برضو السلعة، يعني الشركة الكلام على الشركة التي تورد لك، اعتبر نفسك وكيل لها وقل لهم لي على التصريف على القطعة 10 20 كما تشاء.